أنا بذاتي أقدر الشيء هذا وحصل لي موقف ولن أنساه مدى الحياة. موقفي كنت طالب في مدرسة أحد الفيدة في الصف الرابع، كنا نصلي الظهر وكانت شمس محرقة واللي تحتنا رمل والمسجد مبني، وهذا تقدر تقول عام 78. لا إله إلا الله. بالضبط عام 78. في ذاك العام كان مدير المدرسة الله يجزاه كل خير حسين بن أحمد بن جابر، كان رجل صارم، فكان يتخطى الصفوف قبل إقامة الصلاة، تخطى الصف الأول والثاني، كنت في الثالث، رجع رجوله مد الرجل الأولى والثانية باقي وقشطني في ظهري قشطة لا أنساها ما دمت حي، وبالعصا بالعصا كذا بنا متجه إلى زي البارقة كذا ما زاد درج من هنا. ليش يا أستاذ؟ قال غير الثوب الأسود هذا بثوب أبيض. بس هذا الذنب اللي ارتكبته أني شرحت في ثوب أسود وحن في صيف، أنا اللي أتحمل الحرارة. بعدين أنا سامحته الله يجزاه عنه، الله يجزاه، والله كان حريص علينا الله يجزاك، لكنه ما يدري ايش في البيت ايش عندنا. هو رجل موظف عنده امكانيه ولا عندنا شيء. رحت البيت مكسور والجلده في ظهري لو يشوفونها اهلي يتألمون كثير. الوالده رحمه الله عليها ايش عندك؟ قلت والله ما عندي. قالت والله ما كان، قال والله ضرب المدير اليوم، لاني ما بقدر اقول ابغى ثوب لاني اعرف ما في شيء، ما في ثوب، ما في قيمه الثوب، البديل ما هو موجود. قالت خذ خبزتك والشاهي هذا وابشر ان شاء الله بكره الاحد، والجلده كانت يوم السبت، ان شاء الله ما اروح الا لحد الا بالثوب. طيب قد جمعت لها حمل حطب على الحمار وعدته الحوش باقي مربوط، بتسرحها على الحمار وتوديها حد الغيب. الدعوه مقايضه تعطيه، وشويه ذروره لجلاغ الطلح يدقونه، وشويه ريحان، وشويه حب، على اساس اغراض البيت تروحها من السوق. قالت ابشر وانا امك. انا قلت مين مين، انا اعرف انا ما في شيء، ما عند الوالده الا جود الله. قالت تقهو وكل خبزتك وإن شاء الله ما أروح إلا به. من فين؟ قالت مالك شو. أخذت الحبل، شوف كم لها جاءت بالحمل من المحجر، وأخذت الحبل، شوف كم لها جاءت بالحمل من المحجر، وأخذت الحبل وتركت الحمار وراحت تشيل على ظهرها حمل من الساعة 2 إلى المغرب، وجابتها وحطتها في الحوش. أشهد أن لا إله إلا الله. ما أدري يا عبد الله، أنا ما نسيت الموقف هذا. نتوقف أخواني، نتوقف عند هذا الحد، نرجع لكم. طبعا قالت أبشر وأخذت الحبل والفاس وراحت إلى المحجر مرة ثانية، وهي كمان لهجت من المحجر، وقالت أبشر بالثوب، جابت حمل من الساعة 2 إلى صلاة المغرب وحطته في طرف الحوش جنب الحمل اللي جابته أول النهار. لا إله إلا الله. قالت هذا بنحمله على الحمار ونوديه السوق، وهذا باشل على ظهري إلى أحد رفيدة علشان يكون هذا حق الثوب. يعني محتصي الثوب شيء. نعم. ومحتصي الباقي. ما بيغطي. لا. اللي موجود ما بيغطي. وكان سوق الأحد بس يوم الأحد يوم من أسبوع لأسبوع. نعم، ولكنك سوق متكامل. قالت أبغى منك واحدة، إذا شرحت في الصباح للمدرسة تقود الحمار هذا لين تصل اللقاي أصحاب السوق علشان يمشينا وياهم سوا. هي تشيل الحمل على ظهرها والثاني على الحمار وراحت إلى كل السوق بتكامل الملابس بجميع أنواعها. جميل. وعلى فكرة جاءت الوالدة ودقت المدرسة. إيه. وقالت أبغى ولدي. قال الفراش في المدرسة لازم أكلم المدير. قالت كلمت المدير. رحت للمدير قلت أبغى الوالدة في السوق. قال إيش تبغى بها؟ قلت أبغى تشتري لي ثوب. رجع إيده في راسها كذا وقال يعني تألم. الله المستعان. رحت للوالدة وعطتني الثوب وقالت هذا بسبعة وهذا بستة. طبعا أخذنا الثوب هذا. أبو ستة ولا أبو سبعة؟ لا أبو سبعة، كان مميز. تبغى الغالي. أي نعم. وكان الريال أبو عبد الله يفرق. طبعا الحمل الحطب هذا بثمانية ريال، أخذت الثوب سبعة والله ما بقي منه إلا ريال. شوف كم الجهد والتعب وإيش المقابل. ثوب. نعم. طبعا أخذت الثوب قالت تلبسه، قلت لا خليه بلبسه بكرة، وراحت جعلها في الجنة وراحت إلى